تحية طيبة مشاهدينا الكرام لكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم. مشاهدينا، على مدار 30 دقيقة سوف أكون معكم في برنامج الوطن. تواصلوا معنا على هاشتاغ البرنامج الوطن اليوم، وأيضا على إيميل البرنامج الوطن دوت اليوم آت الآن دوت تي في، وأكيد على هاشتاغ الحالات الإنسانية هاشتاغ غرد مع شيرين. مشاهدينا، ماذا عن أهم الأخبار في المملكة لهذا اليوم؟ خادم الحرمين والرئيس الصيني يدشنان صرحا جديدا للشراكة بين الرياض وبكين الأفضل عالميا. المملكة والصين تعلنان الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وخادم الحرمين نعتز بما قدمه الملك عبد الله ونتبع سيرته. ما هي المواضيع التي سوف أناقشها اليوم في برنامج الوطن؟ 12 محطة بارزة منذ اعتلاء الملك سلمان للعرش. اجتماع وزاري طارئ في جدة لبحث التدخلات الإيرانية في المنطقة. والأثر السلبي للشائعات والمعلومات غير الدقيقة في وسائل التواصل الاجتماعي. حياكم الله. دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في الرياض أمس مشروع شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير ياسرف. وقد قال رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية المهندس خالد الفالح كلمة عن الشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية بمناسبة افتتاح مشروع شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير ياسرف. إن اليوم فريد وتاريخي تمثل في افتتاح مشروع عملاق سيضيف صرحا جديدا للشراكة بين المملكة والصين. افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية في الرياض. واطلع خادم الحرمين الشريفين على مجسم عن المركز مستمعا إلى شرح من رئيس المركز المهندس سامر الأشقر، بين فيه أن منشآت المركز عبارة عن منطقتين رئيسيتين، الأولى تحوي مجمع البحوث والثانية منطقة الحي السكني. تخللت العام الذي مضى منذ اعتلاء الملك سلمان بن عبد العزيز العرش في السعودية سلسلة محطات أساسية، فيما يأتي مشاهدينا الكرام 12 هي تعد الأبرز بينها. في 23 من كانون الثاني يناير من عام 2015 الملك سلمان بن عبد العزيز يعتلي عرش المملكة العربية السعودية خلفا لأخيه الملك عبد الله الذي رحل عن عمر يناهز 90 عاما. وسمى الملك الجديد وزير الداخلية الأمير مجرم بن عبد العزيز وليا للعهد، والأمير محمد بن نايف وليا لولي العهد، ونجله الشاب محمد بن سلمان وزيرا للدفاع. في 26 من شهر آذار مارس السعودية تبدأ على رأس تحالف عربي عملية عسكرية ترتكز بشكل أساسي على الضربات الجوية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح دعما للرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي. في 29 من نيسان ابريل الملك سلمان يعفي الامير مجرم من ولايه العهد ويعين الامير محمد بن نايف بدلا عنه، ويعين محمد بن سلمان وليا لولي العهد. في 13 من ايار مايو الملك سلمان يعتذر عن حضور قمة لقادة دول الخليج دعا إليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطوة فسرت أنها احتجاج على التقارب بين واشنطن وطهران الخصم الإقليمي اللدود للرياض على خلفية المفاوضات حول الملف النووي الإيراني. في 22 من أيار مايو تنظيم داعش يتبنى وللمرة الأولى هجوما انتحاريا في السعودية استهدف مسجدا يؤمه الشيعة في شرق البلاد، مما أدى إلى مقتل 21 شخصا وإصابة 81 آخرين. وكانت المملكة انضمت في صيف عام 2014 إلى الائتلاف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم الذي يسيطر على مساحات من سوريا والعراق. في 18 من تموز يوليو
إعلان تفكيك خلية مرتبطة بالتنظيم الجهادي وتوقيف 431 شخصا غالبيتهم من السعوديين وإحباط هجمات تستهدف مساجد وبعثة دبلوماسية. في 24 من أيلول سبتمبر تدافع خلال إحياء شعائر الحج يؤدي إلى مقتل زهاء 2300 شخص من جنسيات مختلفة في أسوأ حوادث الحج في التاريخ الحديث. وقد وجهت إيران التي فقدت المئات من حجاجها انتقادات حادة إلى المملكة على خلفية الحادث الذي أتى بعد قرابة أسبوعين عن مقتل 109 أشخاص في سقوط رافعة بالحرم المكي. وفي 12 من كانون الأول ديسمبر السعودية تنظم انتخابات المجالس البلدية وهي أول عملية انتخابية تتاح فيها للنساء المشاركة ترشحا واقتراعا، فيما يؤمل أن يكون خطوة أولى على طريق أو هي خطوات على طريق منحهن حقوقا أكبر في المملكة. أما في 15 من كانون الأول ديسمبر السعودية تعلن تشكيل تحالف عسكري إسلامي يضم 34 دولة بهدف محاربة الإرهاب. في وقت سابق من الشهر نفسه كانت الرياض قد استضافت مؤتمرا لأطياف مختلفة سياسية وعسكرية من المعارضة السورية لتوحيد رؤيتها قبل مفاوضات محتملة مع نظام الأسد. وفي 28 من كانون الأول ديسمبر السعودية تعلن تسجيل عجز قياسي في ميزانية عام 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتتوقع عجز يوازي بواقع 87 مليار في موازنة عام 2016. أما في 2 من يناير من عام 2016 إعدام 47 مدانا بالإرهاب غالبيتهم من المرتبطين بتنظيم القاعدة، إضافة إلى 4 ناشطين الشيعة أبرزهم الشيخ نمر النمر، مما أثار انتقادات واسعة لا سيما من إيران حيث هاجم محتجون سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد، وردت الرياض بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران. ينضم إلينا ومن الرياض الأستاذ عسكر العسكر الباحث في مكافحة الإرهاب والتطرف. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ عسكر. هو عام من الحزم بقيادة خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز فعليا وبعيدة وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله مطلع عام 2015، رجح السعوديون أن يواصل الملك سلمان سياسة قائمة على مبادئ سلفه نفسها، لكن العاهل السعودي والمحيطين به خصوصا نجله محمد بن سلمان اتخذوا خطوات وقرارات كانت تمثل اختلافا جذريا مع نمط حكم سائد لعقود ولت. تعليقك على هذه المرحلة الجديدة في تاريخ المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. مبارك لسمو مولاي خادم الحرمين الشريفين اعتلاه على الحكم العام الثاني. طبعا الملك سلمان وصل إلى العرش والأمور كانت مكركبة من جهة اليمن ومن جهة إيران ومن عدة جهات، ولكن الحمد لله أخذها بقوة وعزم وحزم إلى أن استطاع إدخالنا إلى قوة عالمية في المنطقة. معي؟ نعم. لأننا الخط يقطع عندي أنا. أنا لا نسمعك زين. أنا أسمعك زين، الصوت واضح. سمت تفضل. ألو أستاذ عسكر، ترى الصوت زين، أنا أسمعك زين، تفضل تكلم. فطبعا عندما اعتلى العرش مولاي خادم الحرمين الشريفين تدريجيا انتقل الامير مقرن حفظه الله وليا للعهد، وبعده تم تعيين الامير محمد وليا لولي العهد. هذا الجيل الاول الثاني من الشباب دخولهم الى سده الحكم. طبعا الامير مقرن حفظه الله ورعاه أعفى نفسه من ولاية العهد، ويعد الأول في تاريخ العالم من يعفي نفسه من ولاية العهد، وذلك لفتح مجال إلى الشباب. طبعا نريد دولة قوية، نريد دولة شابة،
ففتح مجال للشباب، والحمد لله هذا الآن الأمير محمد بن نايف ولي العهد، والأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد، إضافة إلى الوزارات التي يتقلدونها من وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع. فاعتبر الآن أمننا الداخلي في يد الشباب، أمننا الخارجي في يد الشباب. نعم نعم، خاصة نعم عندما نتكلم عن أمننا الخارجي وأيضا تعيين وزير الخارجية الجبير، أيضا يعني هو يعتبر من جيل الشباب. إذا نتكلم اليوم عن سياسة خارجية وداخلية للمملكة، وقد فتح فعلا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمام الشباب الطريق لتولي مواقع أساسية. طبعا هذه الخطوة كانت مخالفة للتقاليد يعني في السابق ولما كان يعرف في السابق. أيضا يعني ما هي أهمية وجود دماء شابة تقود، دعنا نتكلم الداخل والخارج، عندما نتحدث عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عمره فقط 29 عام كان حين توليه لولاية العهد، تحدثنا عن هذه الجزئية. وخاصة يعني الأمير محمد بن سلمان يعني هو من العقل المدبر أيضا لمعركة الحزم كما تعلم ونعلم. نعم نعم، الأمير محمد بن سلمان حفظه الله تسلسل بداية في مكتب ولي العهد عندما كان الأمير سلمان يتولى وزارة الدفاع، وبعدها تدرج مع خطوة بخطوة إلى أن فهم السياسة ودخل الديوان الملكي والمعترك السياسي والضخم، لا سيما أنه يتسلسل من عائلة حكام. نعم معي. نعم بل الحنكة والقوة أثبت وجوده في هذه الساحة، الآن دعوة إثبات وجود في هذه الساحة، نحن عادت لنا الهيبة، عيدت لنا المجد والعز والكرامة، بعد كنا ندفع ملايين بل مليارات الريالات إلى اليمن وغيرها 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 لنسكت عنا الناس، ولكن الآن تغير الوضع، الآن لابد أن تذود عن نفسك وتذود عن بلدك. والآن طبعا الدماء الشابة مع وجود شباب ومركز الأمير الملك سلمان برضو للشباب، كثير من المراكز أنشأت جميعها للشباب، الآن دور الشباب. نعم نعم أستاذي أستاذ عسكر، يعني أشكرك كل الشكر لوجودك معي اليوم في برنامج الوطن اليوم، الأستاذ عسكر العسكر الباحث في مكافحة الإرهاب والتطرف، شكرا جزيلا لك. علمت صحيفة الحياة بصدور موافقة جهات عليا على السماح للأشقاء السوريين الموجودين على أراضي السعودية بالعمل وفق تنظيم أجير. قال مصدر مطلع إن الأشقاء السوريين الموجودين على أراضي السعودية ممن يحملون تأشيرة زيارة سيتمكنون من العمل في سوق العمل السعودية من خلال بوابة أجير التي تعمل على تنظيم وتوثيق العمل المؤقت للأيدي العاملة خارج مكان عملها الأصلي، وتنظم خدمة الزائرين في أجير استفادة الأفراد وأصحاب الأعمال من خدمات المقيمين وفق أنظمة العمل في السعودية، وتوفر لهم رخص العمل المؤقتة مدة 6 أشهر. أعلن مسؤول في منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع وزاري طارئ للدول الأعضاء يوم الخميس في مدينة جدة السعودية لبحث التدخلات الإيرانية في المنطقة بناء على طلب السعودية. وقال المسؤول في المنظمة أن غالبية أعضاء المنظمة وافقوا على عقد الاجتماع الطارئ اليوم الخميس، وسوف يكون على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء 57 لبحث التدخلات الإيرانية في الشأن العربي مؤخرا والخلاف الأخير مع السعودية. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الآن ومن جدة الأستاذ عبد الله الغبوي المحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك سيد عبد الله.
بداية، كيف تقرأ هذا الاجتماع الذي الطارئ لوزراء للوزراء في منظمة التعاون الإسلامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الاجتماع حقيقة استثنائي من الطراز الأول، وهو ربما يكون الاجتماع الأول المفصل في مسيرة منظمة التعاون الإسلامي، ذلك أن الاعتداءات الإيرانية على السفارة السعودية وعلى القنصلية في مشهد كانت نقطة تحول في العلاقات الدولية والعلاقات الدولية الإسلامية. هذه المرة الأولى التي يحدث فيها في منظمة التعاون الإسلامي أن تعتدي دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي على دولة أخرى عضوا آخرا في هذه المنظمة، وبالتالي كان لابد من اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذه الاعتداءات ووضع حد لكل الممارسات والتجاوزات الإيرانية. الحضور اللافت الذي ضم 37 دولة حتى الآن وزراء خارجية كان حضورا مميزا، وأكد على الانحياز الحقيقي للقوانين الدولية والأعراف الدولية ولديباجة منظمة التعاون الإسلامي التي تقر على عدم التدخل في شؤون الدول. اليوم 37 دولة سيكون أستاذ عبد الله حازم من هذا الاعتداء الإيراني لكي لا تكون سابقة في العلاقات الإسلامية والدولية. نعم أستاذ عبد الله، يعني مصادر لدينا أبلغتنا أنه كان هناك مشادة بين المجتمعين، ويعني تم إيقاف هذا الاجتماع وخروج البعض منه، هل هذا صحيح؟ وإن كان صحيح، ما سبب هذه المشادة ومن من الأطراف المشتركة؟ نعم، ليس المشادة بالمعنى الحقيقي بقدر ما هي مداخلات وردا على مغالطات المفد الإيراني عباس عرفجي. حصل على أطول مداخلة في هذه المداخلات، كانت المداخلة الأولى لرئيس الدورة الاستثنائية هو وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح نائب وزير نائب رئيس مجلس الوزراء، ومن بعدها جاءت كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون السيد إياد مدني، ثم تلا ذلك مداخلات كانت كل مداخلة لا تتجاوز الخمس دقائق. لكن حين تسلم المفد الإيراني الحديث بدت مداخلته طويلة جدا، ويبدو أنه أدخل مغالطات وحاول أن يكون محامي الشيطان لدى دولته التي الكل يجمع على أنها كانت دولة معتدية وخرجت عن الأعراف الدولية. طالت هذه المداخلة لما يقارب 15 دقيقة. نعم. ليرد بعد ذلك وزير الخارجية السعودي السيد عادل الجبير على مداخلة عرفجي، لكن دون أن يكون ذلك واضحا، لأن تعلمين أن الجلسة مغلقة. ومن ثم تلا هذه المداخلات مداخل وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد. هي ليست مشادة، لكن هي عبارة عن محاولة علاقات عامة. الموفد الإيراني يحاول أن يوضح ما جرى في بلادي، ويحاول أن يدافع عن ما جرى، ويحاول أن يجمل، لكن كانت ردود الفعل آنية وحاسمة في نفس اللحظة. عموما هذا الاجتماع على اسمه يبدو أنه إيران هي الآن الطرف الخاسر، وهي الطرف الذي وضع في الزاوية، لأن الكل من وزراء خارجية وكل من حضروا يعتبرون أن ما جرى في طهران وفي مشهد من اعتداءات على البعثات الدبلوماسية السعودية هو خللا في العلاقات الدولية، وهو اعتداء على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي. نعم أستاذ عبد الله، دائما عندما نتكلم عن اللقاء عندما يكون خاصة على الصعيد الإسلامي، دائما القضية السورية وما يحدث في سوريا دائما يكون على منضدة الحوار، ماذا تم تداوله أيضا في هذا الشأن؟ حقيقة لم يظهر حتى الآن شيء علني، لكن موقف منظمة التعاون الإسلامي هو موقف ينطبق مع المواثيق الدولية. هي دائما تنادي بتطبيق بنود جنيف 1، وهي البنود 6 الداعية إلى مرحلة انتقالية، والداعية إلى اجتماع المعارضة والنظام لتشكيل هذه المرحلة الانتقالية وخروج نظام بشار الأسد من العملية السياسية، وبنود جنيف 6 التي من ضمنها إدخال المساعدات الإنسانية للمدن المحاصرة وفك الحصار على المدن ووقف إطلاق النار. وهذا نفسه القرار الذي دعا إليه مجلس الأمن 22/54.
من غير التعاون الاسلامي لن تخرج عن هذا القرار، وهي منذ ان صدر القرار 2254 ايدت هذا القرار ودعت الى سرعه تنفيذه. لذلك سيكون موقف منظمه التعاون الاسلامي بغياب ممثلين عن سوريا سواء من المعارضه او النظام سيكون هو قرارات مجلس الامن والدعوه الى الاسراع في المحادثات الجنيف، لكن على الاغلب لن يكون لهذا الصوت صدى كما هو العاده في كل مره، لن يكون صدى صدى الازمه السوريه هو محل نقاشات دوليه. نعم. بين روسيا وامريكا. نعم، انا اشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم من جده الاستاذ عبد الله الغبوي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، ماذا عن أهم الأخبار المحلية في المملكة لهذا اليوم؟ الجبير، من يتلاعب بالنفط سيدفع الثمن، والذهب يرتفع مدعوما بتراجع الأسهم والنفط، نزاهة تكتشف مزور شهادات طبية، والقضاء يحكم بسجنه وإبعاده، وبدء القبول بالكلية التقنية للبنات بالخارج الأحد المقبل، إحباط محاولة تهريب 206 كيلوغرامات من الحشيش المخدر، وأخيرا هزة بقوة 2.3 درجة بطابة حائل. إلى فاصل قصير. من جديد حياكم الله. أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة للشائعات وانتشار الأفكار المغلوطة والمعلومات المشتتة، وأداة يستخدمها الإرهابيون وأصحاب الفكر الضال المنحرف لتضليل أهدافهم من المراهقين أو أصحاب النفوس الضعيفة، مع غياب أو انحسار دور النخب في التصدي والوقوف ضد هذه الشائعات والأفكار المضللة، إضافة إلى ضعف استراتيجيات مواجهة الشائعات والأفكار المهربة. وحقيقة فإن منطقتنا تتعرض لحملات إعلامية غير مسبوقة بهدف إضعاف دورها المهم في المنطقة، حيث يستخدم أعداء الخليج في هذا الجانب استراتيجية الأفكار المهربة التي تصمم وتبنى في مراكز أبحاث معدة سلفا لهذا النوع من الاختراق، ثم تمريرها إلى الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت غطاء الدين والمصلحة العامة. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلي وعبر الهاتف الأستاذ عبد الله ناصر العتيبي الكاتب الصحفي السعودي. حياك الله أستاذ عبد الله. بداية، كيف يمكن معرفة وتمييز الأفكار المهربة التي تستهدف البلبلة وأيضا التشويش؟ أهلا وسهلا، أنا شاكر جدا لاستضافتكم، وأيضا شاكر للمقدمة اللطيفة اللي تفضلت فيها عن الأفكار المضللة. الحقيقة هي حملت الكثير عن هذا النوع من الأفكار التي تستهدف المنطقة الخليجية بشكل خاص، يعني ربما تستهدف المنطقة العربية بشكل عام لكن منطقة الخليج بشكل خاص. وإحنا نقصد بالأفكار المضللة التي يتم تسريبها الحقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء تويتر، فيسبوك، سناب شات، إنستغرام. كل هذه الوسائل الآن أصبحت تستخدم من أعداء الخليج أو الذين لا يريدون خيرا بهذه المنطقة، أصبحت تستخدم لتضليل الشباب الخليجي، حتى تجنيد بعض الشباب الخليجي من خلال بث أفكار مهربة هدامة إلى المنطقة. نحن نعرف أن دائما المتفجرات أو المخدرات يتم أحيانا تهريبها عبر الحدود للإضرار والإيذاء في شباب المنطقة، لكن هذه أيضا تهرب، والمشكلة أن لا جمارك ولا حدود ممكن أن تقف في طريقها. نعم، ولعل أيضا يعني وجودها أسهل، خاصة عندما تكون يعني جميع هذه الأفكار هي مرهونة سواء بالحاسب الآلي أو حتى الجهاز الجوال الذي يعني يعتبر بين أيدينا وبين أيدي أطفالنا أيضا طوال الوقت. لكن ما هي الفروقات أستاذي ما بين الأفكار المهربة والأفكار التلقائية؟ صحيح، الأفكار التلقائية عادة هي التي تصدر من الشباب الخليجي أو من المواطنين الخليجيين أو حتى المقيمين على أرض الخليج بهدف التعبير عن موقف معين نتيجة سلوك معين لجهاز حكومي، سواء كان صحيح أو خاطئ، هي تعبر عن نقد هادف لا أقل ولا أكثر. بينما الأفكار المتطرفة أو الأفكار المهربة هي من تدعو
إلى تبني قضايا وأفكار تضر بأمن الخليج. فمن أبرز الفروقات ما بين الأفكار التلقائية مثلا والأفكار المهربة، أن الأفكار المهربة عادة تتبناها أسماء مجهولة، هي تماما تشبه السلع المغشوشة التي نراها في الأسواق ولا نعرف من خلفها، لا نعرف من أتى بها إلى السوق. تماما الأفكار المهربة أيضا من يهربها ومن يتبناها ومن يروجها عادة تكون أسماء مجهولة، وينتهي دور هذه الأسماء المجهولة مع بتسليمها إلى أسماء معروفة، يعني تحمل فحناتنا، تحمل ملابسنا، تحمل ثيابنا لتدويرها في المجتمع. أيضا الأفكار المهربة دائما تكون حادة وصارخة وصدامية لكسر التيار السائد، بينما الأفكار التلقائية تأتي دائما بلغة أخرى غير ليست صدامية وليست حادة. أيضا تختلف الأفكار التلقائية عن الأفكار المتطرفة، أن الأفكار المتطرفة أيضا يعني تكون تأتي على يتبناها حشد وهمي ويكون تكرار، وأيضا تأتي بالتزامن والتنسيق، يعني نتفاجأ أحيانا ننام في المساء ونصحى الصباح نجد هناك هاشتاج خلفه آلاف التغريدات مثلا، وكأنها كأنها دبرت بليل، يعني تم يعني ممكن تكون هذه الهاشتاجات يعني وهمية، أو مثلا الريتويت اللي قاعد يحصل عليها مثلا وهمي. صحيح يعني يعني الدليل على وهميته أنا يتم خلال ساعات محدودة فقط. نتفاجأ في تويتر مثلا إن في هاشتاج معين يأتي خلال ساعات بسيطة آلاف ريتويتات، هذه لا تحصل عادة في الأفكار التلقائية. الأفكار التلقائية تحتاج إلى أيام حتى تكون تنتشر أيضا هذه الأفكار تنتشر بغض النظر عن قوة المحتوى أيضا. يعني الأفكار التلقائية قوة المحتوى هي التي تنشرها عادة، الأفكار التلقائية التي نكتبها نحن، بينما التي تكتب لنا أو تكتب ضدنا عادة لا تعتمد على الأفكار التلقائية، يتبنى هذا الوحش. أستاذ عبد الله للأسف أدركني الوقت، لكن طبعا هي دعوة أيضا مني أن تكون دائما معي في برنامج الوطن، ممكن أن نناقش هذا الموضوع ومن زوايا ومن مناحي مختلفة فيما يخص الأفكار التلقائية وأيضا الأفكار المهربة وما يضر بأمن الوطن. أشكرك كل الشكر أستاذ عبد الله ناصر العتيبي الكاتب الصحفي السعودي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام كل الشكر لكم أنتم على متابعة هذه الحلقة، أكيد أتمنى لكم إجازة سعيدة، وبإذن الله أشوفكم يوم الأحد. مع السلامة.